تاريخ طويل للمقاولين العرب في القارة الأفريقية، مشروعات عملاقة، تنمية، تدريب، نقل خبرات. هنعرف القصة كاملة مع المهندس حسام الدين الريفي، عضو مجلس إدارة شركة مقاولين العرب. برحب بحضرتك في زوم أفريقيا. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. في البداية عايزين نعرف قصة أو تاريخ المقاولين العرب في الدول الأفريقية. هي يا فندم احنا موجودين، احنا عمر الشركة تجاوز 70 سنة دلوقتي. احنا متواجدين في أفريقيا بقالنا أكتر من 50 سنة دلوقتي. تمام. الحقيقة مؤسسين الشركة والقادة اللي قادوا الشركة بعديهم كانوا قاريين البعد الاستراتيجي كويس لأفريقيا، وقاريين التوسعات اللي ممكن تحصل معانا كشركة مقاولات. أي شركة بيبقى لها بورتفوليو لازم تكون متنوعة الأنشطة والأماكن والاستراتيجيات، فأفريقيا بالنسبة لنا من 50 سنة وإحنا شغالين فيها. الحقيقة المؤسسين بتوعنا ابتدوا بالموضوع ده، هوت قادتنا بعد كده هو تستكملوا المسيرة. حقيقة احنا دلوقتي بنحاول نحافظ على المسيرة اللي موجودة كمجلس إدارة وننميها، فإحنا تاريخنا قديم جدا مع أفريقيا، عدى 50 سنة دلوقتي. يعني ما شاء الله، أنا زرت تقريبا 37 دولة أفريقية، يعني لقيت اسم حضراتكم متواجد في كتير من المشروعات العملاقة المشرفة فعلا لمصر. يعني الواحد بيبقى فخور ان هو يلاقي يعني شركات مصرية كبيرة وليها تاريخ واسم وكمان ليها ثقة عند الحكومات الأفريقية. الحقيقة يا فندم احنا متواجدين في 25 دولة، فولي موبيلايزد، متواجدين تواجد تام وكامل. مشاريعنا الحمد لله ما بتخلص، قبل ما المشاريع بتخلص بنكون أخذنا غيرها. في حياة كاملة لينا هناك، والحقيقة ده ليه مميزات كتيرة بالنسبة لنا كشركة وبالنسبة لنا كدولة. إنما إحنا موجودين مينيمم دلوقتي في 25 دولة مستقرين فيهم شغالين فيهم. تمام. من فترة قصيرة احتفلت طبعا مصر وتنزانيا بالسد العملاق، سد جوليوس نيريري، وكان من يعني أحد المشروعات العملاقة اللي نفذتها شركة المقاولين العرب. فعايزين نتكلم عن تفاصيل المشروع وأهميته كمان لدولة تنزانيا. بص حضرتك، المشروع ده من المشاريع اللي أي حد منا اشتغل فيها، وبالنسبة لتاريخنا كمقاولين عرب من المشاريع اللي هتتكتب في سيفيهاتنا كلنا زي ما بنقول. حقيقة مشروع كبير جدا، مشروع ضخم، بنتكلم على 3 مليار دولار، مشروع معقد، very complicated في مجال المقاولات. كون ان احنا الحمد لله احنا ايام السد العالي احنا كانت الخبرات روسية والديزاين من روسيا والتصميم روسي والتنفيذ روسي، واحنا كنا بنساعد الروس في الشغلات. عدى 50 سنة والنهاردة احنا بقينا الحمد لله بننشئ سد مع فرق التكنولوجي، مع فرق النوهاو اللي حصلت في الخمسين سنة مش شوية. ده خلانا في الأول كنا خايفين، ومش خايفين خوف، إنما لا مركزين كويس وعارفين إن احنا داخلين على مشروع كبير. الحمد لله ربنا أراد لنا إن هو إن احنا نوفق بنسبة فوق 100%. احنا اللي وصلنا له في أحسن الفروض مانجيري الوايز، احنا ما كناش نأمل في أكتر من كده. المشروع الحقيقة هو نفس فكرة السد العالي، إنما بتكنولوجي مختلفة. السد العالي سد ركامي، ده سد خرسانة. النوعية دي من السدود نوعية صعبة جدا، ما تنفذتش في العالم غير من حوالي 20 سنة، ابتدوا يغيروا فكرة السدود الركامية لفكرة السدود الخرسانية. فالمشروع عبارة عن السد اللي هو بيحجز المية، وده ليه دور إن هو يمنع الفيضانات ويحافظ على الحياة البيئية اللي موجودة في المنطقة، ويمنع وتقدر تنمي يمين وشمال السد، بعد يمين وشمال مجرى النهر بعد السد، لأن خلاص ما عادش فيه بقى الفيضانات اللي بتيجي تاخد الأخضر واليابسي. المنطقة كمان يعني أنا زرته محمية، مش كده؟ محمية طبيعية استجلور، محمية طبيعية. بلاس بقى كده، ده كده الفيرست فانكشن، اول حاجه، اول فايده للسد. تاني فايده ان هو بيولد كهرباء، لان هو بس في مفهوم خاطئ شويه ان كل السدود بتولد كهرباء. لا، يعني مش بالضروره كل السدود بتولد كهرباء. السد ده بيولد كهرباء، بيولد 2115 ميجا وات، دي تمثل
100% من الكهرباء اللي بتوصل تنزانيا الآن. تمام. يعني بوجود السد ده احنا رفعنا الكهرباء اللي بتوصل للمواطن التنزاني بنسبة 100%. وده طبعا معناه ان هم هيقدروا يمدوا الشبكه بتاعتهم على في كل تنزانيا. لان مش كل المناطق في تنزانيا مخدومه بالكهرباء. يستبعوا برضو ده من ضمنه ان في بحيره 34 مليار متر مكعب بتحوش بتخزن وراها شبه بحيره ناصر عندنا بتخزن 34 مليار متر مكعب. فحضرتك غير كل الكلام ده انت بتستفيدي بقى من الديتيلز دي في انك تنشئي حياة جديدة هناك. فانت حافظتي على مجرى النهر زي ما احنا عندنا الدلتا يمين وشمال، كانت دي دايما مناطق غير مأهولة لان كان النهر بيحصل فيضان، فدي مناطق هتعمر. حوالين البحيرة طبعا ده هتعمر جدا، بحيرة تقدري تعملي عليها فنادق، تعملي عليها سياحة، وهي تنزانيا اوريدي والمنطقة دي تحديدا مشهورة بالسياحة، فيها سياحة على مستوى عالي يعني. فده حينمي تنزانيا من كل النواحي الحقيقة يعني. مشروع كبير وعملاق وصعب جدا، والحمد لله احنا وصلنا نسبة التنفيذ النهاردة. انا لسه كنا بنراجع امبارح احنا فين، فاحنا دلوقتي 80% نسبة انجاز. عظيم. فخلاص بقينا يعني خلاص بقينا 20%. هم صعبين بس ده ربنا قدرنا على 80 هيكمل الباقي ان شاء الله على خير ان شاء الله. ان شاء الله.